واعلم رحمك الله أنك إن صليت ولم ترزق الخشوع وانتهيت من صلاتك فأقبلت على ربك واشتكيت إلى الله سبحانه وتعالى هذا البلاء العظيم وقلت يا رب ما خشعت في صلاتي كما ينبغي، يا رب ما تأدبت معك، يا رب ما وقفت بين يديك كما ينبغي الوقوف، يا رب سامحني، ربي تب علي. أوصيك بهذا الندب، من صلى لله عز وجل وبعد صلاته انكسر قلبه لله جبر الله كسره وأعظم أجره، ووقف بين يدي الله، وإذا وقف بين يدي الله يشكو إليه شكوى المنكسر الذليل الخائف الوجل الحقير بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتملق الله سبحانه وتعالى ويتزلف إلى الله ويقول يا رب حقك أعظم، يا من أحييتني وكنت ولازلت ميتا إلا أن تحييني، ويا من أطعمتني وأنا جائع، ويا من كسوتني وأنا عاري، ويا من رفعتني وأنا وضيع، ويا من أكرمتني وأنا مهان، ويا من علمتني وأنا جاهل، وهديتني وأنا ضال، يا من دللتني على هذا المسجد وهذا السجود، يا من تأذنت لي بالركوع، يا من أعطيتني الصحة والعافية، يا رب هذه نعمك وهذا تقصيري، أشكو إليك أني ما وقفت بين يديك وقوف الخاشعين، ولم أنقطع إليك انقطاع المتبتلين، ولم أنكسر بين يديك انكسار الخائفين، يا رب عظمت علي الفتن وعظمت علي المحن، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. يكون عندك هذا الشعور، إذا شعرت هذا الشعور انكسر قلبك لله وجبر الله كسرك. وكم من عبد خاشع فتن بخشوعه، وكم من عبد سلب الخشوع فتأذن بين يدي الله، تأذن له ربه بعد أن سلب بالإنابة والخضوع، جبر الله كسره وأعظم أجره وعوضه ما فقد. أخي في الله، تعامل أرحم الراحمين، تعامل أكرم الأكرمين، تعامل أرحم الراحمين، من يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، تعامله في زمان عظمت فتنه ومحنه وهو أعلم بها سبحانه، تقف بين يديه تصلي فإذا بهمومك في نفسك ومالك وأهلك وولدك وإخوانك وأخواتك وأوليائك، وهموم إخوانك المسلمين تقب مضجعك وتشغل قلبك وتشتت فكرك حتى تله العقول وتتشتت النفوس، ولكن ليس لشتاتها من يجمع إلا الله، وليس لهمها وغمها من يبدده سوى الله. تشكو إلى الله غربتك في هذا الزمان، تشكو إليه وهو الحليم الرحمن، وتسأله أن يجبر لك الكسر وأن يعظم لك الأجر، وتقول يا رب ليس لي من حيلة وليس لي من وسيلة إلا أن أشتكي إليك وأبث حزني إليك، يا من إليك تبث الأحزان، يا من إليك تبث الأشجان، يا حليم يا رحمن. تقف بين يدي الله عز وجل وقوف المنكسرين الصادقين، وثق